صباح الفل، كيف مشاهدي متابعي تونس الرقمية؟ كالعادة اليوم جولة في مرشي نابل. عنا الفلفل الحار 2500، عنا البصل على 13%، عنا الفلفل الحلو 3000، البتنجان 15%، ود القمرة على 15%، البصل على قديش؟ بصل دينار وطماطم، عنا البصل على دينار وطماطم على الفيل. هذه اليوم جولة في مرشي نابل. قداش البطاطا؟ عندنا البطاطا مسعرة على 15%، صباح النور الله المستعان. عندنا الفلفل 18%، القمر على 2000، الطماطم 12%، القرع على قداش؟ عندنا القمر كيلو قداش القرع؟ 15%. البطاطا بطبيعتها مسعرة هذيك ب 15%. هذه اليوم الأسعار نتاع الخضرة في نابل. صباح النور مدام، على قديش الفلفل هذا؟ عندنا الفلفل على 4000، فلفل ها مصورين ها كل شيء في المباشرة، فلفل برا عبيد ب 4000. عندنا سفناري على قديش؟ 15%. سفناري 15%، اللفت على 2000. قد ايه الليتي مدام؟ الليتي على 12%. هذه الخضرة الموجودة اليوم في مرشي نابل. عندنا العنب ب 15%، عندنا الأجاص ب 2000، التفاح على 15%، 2800 الأجاص، 3000 التفاح يفرق الأسواق نتاعو. قد ايه البنان صح؟ عندنا البنان على 7.5. هذه أهم الأسعار اليوم الموجودة نتاع الخضرة في مرشي نابل. كالعادة باش نمشي نواصلوا جولتنا، باش نعملوا طلة على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء. عندنا دجاج على 8800، ناخذ فكرة على اللحوم الحمراء. صباح النور. اش نحوالي؟ صباح الله المستعان. تعطينا فكرة على اللحوم الحمراء الأسعار نتاعها اليوم في نابل. الهبرة 29، ستة وعشرين ستمية، صور كيك حط في الله سيرش الرقبة 24.8 رقبة وسن، القلب 19 دينار، العدد 32 دينار، البرش 32، الهرق 12 دينار، الحمراء 12 دينار، الهرق 8 دينارات. هذه أسعار، هذه الأسعار اليوم تاع اللحوم الحمراء في مرشي نابل. عندنا الكرشة زادها ب 4500، فما قبال ولا؟ لا لا بس شوي، الحمى نظيفة تباع واحدة، حاجة نظيفة تتباع. وقتاش تبدا الحركة؟ قاعدين نشوفوا تو في الساعات الأولى قريب، من 10 9 تبدا قريب. ولا بس والحمد لله اللي فما فيه بركة. إن شاء الله ربي يعاونك، إن شاء الله ربي يجيب لك القسم. هذه أسعار اللحوم الحمراء اليوم، واحد اليوم يعيشك ربي يبارك لك. هذه أسعار اللحوم الحمراء اليوم من مرشي نابل. نمشو نعملو طلة ناخذ فكرة على أسعار الأسماك في نابل. هذه الأجواء اليوم من مرسي نابل. صباح نور. صباح شنو هي الحركية الصباح؟
شوية طريق للدنيا وجي الحوض زين ومشي وبعد تزبط صح شيء زين ربي يبارك لك. هذه الحركية في بداية المرشي متاع مرشي الحوض في نابل صباح نور. سردين على قديش بحط دي على دينار صباح نور صباح شنو لي الله مستعان. أعطينا فكرة على الأسعار اليوم قديش اليوم اللي بعد شنو هو البزويت هذا؟ هل وبي؟ هذه كيف ما قاعدين نشوف زلت يا ربي العمل عليك الحركية اليوم في مرشي نابل. صباح النور الله المستعان. شنو هي الاسوام اليوم؟ الاسوام الحوت الاسماني الحوت مربوط بالدقسه الحوت مش غالي فهمت حوت مريقه الاسوام اليوم سبعه مش عارف قديش الله ماشي الامور سهله هذيك بكيلو ورتل ب 22 الجمعه الاخرى ب 38 ب 40 شو مرجان السنة؟ شو شغال؟ قديش مرجان؟ شغال ب 25 دينار 25 هكي. طيب 25 زادة. هاي مخصوص بالترانش بكذا وفيدي. هاي الكريبيت. كنز دينار هذي. كريبيت على 15 دينار. 20 و 15. هذي شوف هاي. 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 بوري ب 8600 بوري على 8600 السردين ب 1250 نص كيلو ب 2500 حوت مش غالي حوت رانا مربوطين بالتقس التقس سمح مزيان تلقى الحوت بلاش فلوس اما مش تلقى التقس مو بشي ان شاء الله ربي يعاونك. هذه الاسعار جوله في اهم